الاهلي عالميا في الرياضه بشكل عام، مش بس على مستوى احنا اهتمام افريقي كبير جدا، لكن بطلات الاهلي في الالعاب الفرديه. اذا كان الاهلي على المستوى الجماعي، النهارده كنت بكلم الكابتن رؤوف عبد القادر، الناس برضو انشغالها بنتائج الالعاب الجماعيه. انت خدت كل البطولات في الكره الطايره، اخدت درع كره السله، الدرع العام لكره السله، كره اليد الموقف مجمد حتى الان لم يحسم من نهايه الموسم. لكن في الالعاب الفرديه، ميار شريف بطله التنس تتالق في رولان جاروس، وشفتوا حجم الاشاده العالميه بيها، شفتوا هنا جوده. ده تاريخ، لان اول واحده في التاريخ التنس المصريه. يعني تجاربنا كانت قبل كده مع اسماعيل الشافعي وداوودي واللي مش عارف ايه، لكن ان انسه او سيده انها تعمل هذا الانجاز وتلعب في احد البطولات الكبرى في الجراند سلام، طبعا دي ميار شريف. وعملت كانت كسبانه مجموعه، واخر مجموعه بتنافس لاخر لحظه. وكابتن رؤوف قال ان هو النادي مهتم جدا بتكريمها والاحتفاء بيها. صحيح. والكابتن الخطيب هناها على هذا الظهور المشرف في رولان جاروس. طيب ايضا في تنس الطاوله، بطله مصر المبهره جدا وبطله افريقيا واللي ليها حضور قوي جدا في المحافل الافريقيه والدوليه اللي تاهلت للاولمبياد، دينا مشرف. دينا مشرف غلاف مجله الاتحاد الدولي لتنس الطاوله يتحدث عن هذه البطله المصريه وانجازاتها الكبيره في اللعبه. دينا مشرف برضه عشان نقول هي بنت دكتور علاء مشرف اللي هو من اسر التنس طاوله. والدته لاعبه تنس طاوله، وعمته بطله افريقيا في تنس الطاوله، والحقيقه يعني او خالته الناس الدرويش طبعا احد اساطير تنس الطاوله في مصر وافريقيا. فهي طالعه يعني جيناتها كلها تنس طاوله. هو طبعا جدها الدكتور وفي مشرف، والدكتور اللي كان رئيس الاتحاد المصري. صحيح. وكان سكرتير تنس طاوله في النادي الاهلي. فهي من اسره، وعمتها نهال مشرف على فكره فانا عايز اقول عمتها نهال مشرف زوجة الكابتن تنس الطاوله يعني هي محاطه ما شاء الله كده. تنس الطاوله في النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم من ايام ما انا كنت ماسكهم في الستينات، هي لعبة عائلية. صحيح. وبيتزوجوا حتى اللي يعني لما حد غريب يحصل تزاوج فتبص تلاقيهم بقوا قرايب، لانهم كلهم بيبقوا عارفين بعض، وكلهم على خلق، وكلهم على طبيعه معينه. فطبعا دينا مشرف وجه مشرف اسم على اسم يعني. صحيح. كل التوفيق ان شاء الله لدينا مشرف والهنا جوده الصاعده اللي بنت الاهلي اللي تصدرت تصنيف نشآت تنس الطاولة على مستوى العالم تحت 15 وتحت 18 سنة. ما شاء الله، هو ده الأهلي، وهي ديت ثمار نجاحات ولاده في كل الألعاب، كرة اليد المحترفات بره، والسكواش والسكواش طبعا عسل. صحيح. عمرو عسل ولا هاني عسل؟ لا هاني عسل صديقنا الصحفي. عمرو عسل، عمر عسل. فطبعا كل دي نماذج مشرفه جدا، وده دور النادي الاهلي بقى اللي ما حدش واخد باله منه. ازاي انت وانت الرائد في كره القدم والذي تحقق الالقاب العالميه قادر تضخ في شرايين الرياضه المصريه كل هذه النماذج العظيمه جدا. ان شاء الله نوعدكم باطلاله على ابطال الاهلي واللي واخدين بطولات عالميه وافريقيه كبيره في الالعاب الفرديه.